كنا ناس كانت شعلة حماس، بس الشعلة انطفت والأحلام اختفت، ومع الأيام بقوا عايشين والسلام. كان فينا زمن شغف ومع الأسف اتنسف، ولا سايبين بصمة في حاجة، يدوب قلدنا اللي سبقنا، وبنتحجج ونقول هذا ما وجدنا عليه أبقنا. فين نفسك فين نفسك، دور هتلاقي نفسك وصالحها رجع لها. هي ترضى انت تهدى، بس هي هترضى امتى لما تعيش حلمها. قعد معايا وقال لي التقدير خسرنا كتير. قلت له ليه بس، خسرك ايه؟ قال ان احنا ندي الناس اكبر من قيمتهم، كل واحد كده يجي يعمل معانا حاجه كويسه مره ولا حاجه نديله قيمه اكبر من قيمته بكتير. قلت له هو معنى التقدير عندك ان انت تدي الناس قيمه اكبر من قيمتها؟ قال لي ما معناها ايه لما اجي اقول انا بقدرك، يعني دي معناها ايه؟ خلينا نفهم مع بعض ايه هو التقدير ويعني ايه تقدير الذات. ما معنى تقدير الذات؟ التقدير مش معناها ان انت تعظم، مش معناها ان انت تكبر الحاجة اكبر من حجمها. التقدير جه من ان انت تعطي كل ذي قدر قدره، يعني توزن الموضوع. لما بنيجي نقول لك قدر ذاتك، معناها ان انت تبتدي تدرس الذات دي وتشوف ايه هي نقاط القوة اللي موجودة عندها، وتشوف نقاط الضعف. بعض نقاط الضعف المفروض تتقبلها، والبعض النقاط التانية محتاجة منك ان انت تشتغل عليها وتطورها، وتشوف نقاط القوة اللي موجودة عندك دي وتبتدي تستخدمها اكتر وتديها القيمة بتاعتها بشكل احسن. ومهم جدا وفي كل مرة هقول ان لازم تراجع نفسك تاني في مركزيتك، ومركزيتك ما تكونش نفسك، مركزيتك تكون ربنا سبحانه وتعالى. وهفضل في كل مرة اكرر الموضوع ده واتكلم فيه كتير لغاية لما يبقى ثابت عندنا. الجزء الثاني وهو المهم جدا في تقدير الذات هو الامتنان للنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك في شخصيتك وبذاتك من امكانيات، وتقبل الضعف والعمل على تطويره من غير جلد ذات ومن غير لوم زياده عن اللزوم. وعشان تطور ذاتك بشكل كويس لازم تبذل مجهود. دايما الانسان بطبيعته بيميل للراحه، ما بيحبش يروح للحته اللي فيها مجهود، رغم ان هي دي سنه الكون اللي ربنا سبحانه وتعالى استناها في هذا الكون لما خلقه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من غير ما تتعب ومن غير ما تحاول تجتهد، ربنا سبحانه وتعالى مش هيفتح لك الطرق. ربنا سبحانه وتعالى وعدك بان انت لو اجتهدت وتعبت هيوديك الطرق الصح، الطرق اللي تطور بيها من نفسك، والطرق اللي تتقبل بيها نفسك بشكل احسن، والطرق اللي تيسر لك العمل على اهدافك وحياتك بشكل احسن. ذاتك هي عبارة عن كل ما تحويه داخليا من علم ومن مشاعر ومن اشياء اخرى. مصادر العلم اللي انت بتاخدها وبتستقيها داخل نفسك هي اللي بتشكل شخصيتك وبتشكل المخرجات بتاعتك. يعني لو انت فاهم حاجة غلط ومصادرها غلط، طبيعي كل اللي هيطلع منك هيكون غلط. يعني مش هينفع مثلا ان انا ازرع سم فران يطلع لي قمح، مش هينفع احط حاجة فاسدة تطلع لي حاجة صالحة. فلازم نراقب كويس المصادر بتاعتنا والعلم اللي احنا بنستقيه عشان ذاتنا دي تبقى في حالة احسن. طيب ايه اكتر مصدر مضمون؟ كل العلوم الدنيوية اللي موجودة في تغير دائم وغير ثابتة، وكل يوم بتضحط نظريات، وكل يوم بيتم انتقاد نظريات قديمة وبيتحط مكانها نظريات جديدة. طبعا العلم مهم في حياتنا جدا وعنصر لازم نستخدم منه المتاح، ولكن العلم الإلهي هو العلم الوحيد الثابت في هذا الزمان. لو احنا حصلنا نفسنا بالمدخلات دي وبالأسس اللي موجودة في العلم ده، فأكيد المخرجات بتاعتنا نوعا ما هتكون طول الوقت صحيحة، طول ما فهمنا صحيح لهذا العلم. جزء هام بيجي بعد تقديرك لذاتك وان انت تعرف نقاط القوة ونقاط الضعف ان انت تعلمها كل يوم، تكتسب معلومة جديدة.
حاول دايما تحاسب نفسك بالشكل ده، لو عدى اليوم من غير ما تكتسب معلومة جديدة يبقى انت قصرت في حق نفسك مهما كانت المعلومة دي بسيطة. اقرأ صفحة واحدة في كتاب، او اقعد مع حد صاحب علم واستفاد منه في معلومة جديدة، اتفرج على فيديو، اعرف اي معلومة في الشغل بتاعك، او اعرف اي معلومة في اي مجال انت مهتم بيه. المهم تكون اكتسبت في اليوم معلومة جديدة على الاقل. بعد كل المجهود ده جه وقت الترويح عن النفس، ومعنى الترويح كلنا بنفهمه بان الوقت اللي انت بقى تجيب فيه البلاي ستيشن وتقعد تلعب، او تروح الملاهي، او تخرج مع اصحابك، او تاكل اكله حلوه. ولكن بالبحث في المفهوم نفسه بتاع الترويح لقيت ان هو جاي من كلمه الروح، والروح ما بتتغذاش على الماديات. فللاسف في الوقت بتاع الترويح احنا بنعمل كل حاجه غلط، كل حاجة ما بتسمعش معاك في الروح. انت بتدور على كل المتع المادية اللي بتغذي الجسد المادي، مش بتغذي الروح. فتخيل بعدنا عن مفهوم الروح مخلينا مقصرين جدا في حق ذاتنا. طيب الروح بتتغذى على ايه؟ الروح لا تتغذى الا على القرب من ربنا سبحانه وتعالى. تخيل ان احنا ما عندناش متعة في ان انت تقرأ ورد قرآن، او متعة في ان انت تقيم الليل، أو متعة في أن أنت حتى تؤدي الفروض، مش هقولك النوافل. فالفكرة كلها طول ما أنت مش ممرن نفسك على الجزء ده في حياتك، طول ما أنت حارم روحك من جزء مهم جدا، ولذلك ذاتك لا تكتمل. ولذلك لما هتيجي تقدر وتشوف نقاط الضعف ونقاط القوة، دايما هتلاقي كفة نقاط الضعف هي الراجحة أكتر، لأن أنت مستغني عن نقطة مهمة جدا، وهي النواة بتاع ذاتك، وهي الروح. تقدير الذات هي عملية تقييم مستمرة بدون الضغط قوي على نفسك وبدون التفريط فيها. تقدير الذات هيوصلك لأن أنت تطور من نفسك بشكل أحسن. بص على كل المحاور اللي اتكلمنا فيها وراجعها مع نفسك يوميا، ما تأثرش في أي محور فيها، لأن هو ده اللي هيديك الاتزان النفسي اللي أنت محتاجه عشان تبقى مرتاح ومتقبل ذاتك طول الوقت. في بينا ناس كانت شعلة حماس، بس الشعلة انطفت والأحلام اختفت، ومع الأيام بقوا عايشين والسلام. كان فينا زمن شغف ومع الأسف اتنسف، ولا سايبين بصمة في حاجة يدوب قلتنا اللي سبقنا، وبنتحجج ونقول هذا ما وجدنا عليه أبقنا. فين نفسك فين نفسك، دور هتلاقي نفسك وصالحها رجع لها. هي ترضى انت تهدى، بس هي هترضى امتى لما تعيش حلمها؟